السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم شباب؟ كيفكم بنات؟ معكم قاسم من قناة RS قاسم كينج. اليوم عنا فيديو جديد ومقطع جديد من لعبة وورد وار. اوكي، انا الاحداث بس ليش اللعبة ملهاش صوت؟ اوكي بس شوي يظبط الصوت فيها. اوكي صوت صوت. كل شيء عالي فيها. اوكي يمكن انا ما في صوت. اوكي هون يمكن انا واحد منهم، عارف والله اي واحد انا يمكن. اوكي اوكي يلا تبلش. فيني اعمل سكيب، عملت سكيب للحديث. اوكي يمكن نحن هون بحلبة، مش حلبة يا اسطى، شيل الحرب يعني مكان الحرب. لا بالهات يا حبيبي، والله تحكمت على اللعبة صعبة. اوكي ما بس اذا مش بالهات هيدي شو فينيش غدا. اوكي نروح مطرح ما ينعمل يقولولنا في سلاح هون. الو كان حولي هون طوص لحنا كأنه عم يروح رصاص على الفاضي. اه تيني هاي تعب الله احلى. كمان بده شو اسمه يلا. اوكي يلا طيب ما بتخلص. يلا ابوس لها. موت موت. اوكي نروح لهون، يمكن هون ياكل قتلي ما بعرف. هيك بتسكر عن احداث القصة، صار لها زمان اللعبة يعني، صار لها زمان مش شو اسمه مش لعبة. اوكي تولك. ها شفته اكل قتلي منه الحج. اوكي يلا هون يمكن نفتح قفل او شيء. اه رصاص الحفي. اوكي يلا جيبوا لي تعال. اوكي بالنص بالضبط. بعد عالم هلا بنوقف، يمكن سامحنا هون. اوكي لما بنروح هون نط. اوكي هون شو في؟ يمكن هون بنبدأ الحرب. هون بننزل بالماي. هون شو قنابل؟ اوكي قنابل وين نحط شو؟ شو بعمل؟ يا محمد. اوكي روح لهون. بصراحة اللعبة يعني مش هالقد. كنابل انفينيتي معي كنابل. انا شو بعمل؟ انا بروح لما يدلو. اه كبر كنابل. ايش كبرنا وحدة هيك من شانكم بوف انفجرت. اوكي هلا نروح لهون. سنايبر شو؟ اوكي دبل نعمل سكوب. يلا اه انا بقوص هون. اوكي سهل يعني بوم. شو والله التحكم اللعبة صعب. قوم كشلت واحد. اوكي والله حلو اللعبة يعني مش هالقد بشع. وين السنايبر اللي اخدناه؟ ما بقصدش والله وسط. اوكي يا عمي
ايه ده؟ اوكي بعد فيها بوم، يلا شيلو. اوكي يمكن هو تدريب لنروح الحرب. شفت فيديو انا، لا مش فيديو على اليوتيوب يعني، شفتها قبل ما ننزلها في حرب ومدري شو، نروح بحرب ومدري شو، نبلش نقوص ودبابات بيقصفونا. كان والله ليش ما في صوت للعبة؟ شلون؟ اوكي friends are best of luck and good man that's terrible what do you think will happen what are us no worries friends I do not know games I had what a brave soldier we have here shut up the war is scary Not when it happened on the other side of the ocean. Okay, أول مرحلة هاي. كان راح فوت على المرحلة التانية. Okay, June 6, 1944. لما خلقت بس أنا خلقت 2007 مش 1944. اوكي هون السيارات، هون يمكن ببلش حرب وهجوم مدري شو، افنات ونصهم. اوكي نحن وين هلا؟ نحن بيدك السفينة. نحن هون بالماي. طب لا وين نحن؟ هون يمكن نحن هون. هون هلا ببلش الحرب، بس والله مش حابب انه ما تكون في شي اسمه في صوت للعبة. احلى لو كان صوت. اوكي هون مدري مين عم يعطي اوامر، يمكن انا هيدا والله ما بعرف، ما شفتش حالي. We are in the thick of it again. I bet you do not think that this is the best. ما رأيترش. اوكي يعني انا هون شو بعمل؟ لازم اروح ما فينيش اطلع. السفينة عم تقربنا. هذا مين؟ كيف بدي اوصل هاي لفوق؟ اوكي يلا موت. اوكي قتلته. اوكي والله حلو اللعبة يا شباب، اذا بدكم نزلوها. ايه نزل صاروخ حدي، نزل دم. هدول نحنا اوكي هون احنا، هو كنا نحنا وين بدنا نقوش يعني؟ هذا ضدنا موت والله مش عارف شو بلعب هيدا. اوكي انا شو اوف شباب والله رح موت انا شكلي. انا نحنا اوكي شوفوا وين الحش. بوم نص هيد شوت. ايش السكوب هون احنا؟ طيب هون الو شباب قوس. اوكي هيدا نشيل. عم بكل رصاص يا شباب. دون عير سكوب، عير سكوب. بوم شيل هيدا. في واحد هون كان، وين هيدا؟ اوكي شباب لازم نقدم بصراحة، لانه هون لايك كل شوي واحد بيجيني اتخبى ورا رفيقي. اوس احلى شي والله، في اماكن نتخبى فيها. اوكي يلا هون هيدي السفينة جينا فيها منها. اوكي نتخبى ورا الصناديق. اوكي هذا روح، مش ضروري نعير سكوب على فكرة، بس دمي أنا لأنه شفت بديش روح رصاص كمان على الفاضي. شو تيك هون شو تيك، بس ما بعرف شو عم باخد بصراحة. نقدم يا شباب والله عم بكرر رصاص من وين.
وانا ما فيني فجأة. لوين لازم نروح يعني؟ اوكي والله ما بعرف. هذا ما فيش سكوب تاني يا سنايبر. اوكي في واحد هوني كمان، في دمج عم يجي من هذا كونك كوين. شباب والله عم بكلا صوري. شباب الحموت الحموت شباب هون نازل دمه. يلا اوكي اقتل هيدا بس. اوكي وعم نقوله رحنا هون. شو ار بي جي؟ طيب لشو لشو سؤال لشو؟ اوكي رعد سؤال لشو 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 يا شباب لشو. روح اطلق هني اح محمود اطلق هون كفجرته. وهيدا كمان هون فجره بعده ما تفجرش. اذا فجره بعد بده رصاصة هيدا كمان هوني. شباب وين بدي أغوص؟ طيب في حدا هون كيف أغوصته؟ شباب عم بتدمج كهيدا انشال هيدا بس يقتلو. اوكي يلا شو نعمل هلا؟ لوين بدنا نروح؟ لوين؟ اوكي كنايبر يا شباب والله في صواريخ كتير. هيدي عشان نظبط دمي. عم اقول انا بس لوين بدنا نروح؟ حط قنبلة مدري شي متفجر هاي. اوكي ارجع يا رفيق ارجع يا رفيق. اوكي منيح. اوكي خلصنا هاي. اوكي يا شباب لهون وصلنا لنهاية الحلقة. وكمان انتم ما بتشوفوا يعني فتحت سلاح جديد وصلنا بتشابتر 2 يمكن او ما بعرف والله. اذا بدكم حلقة تانية يعني وصلونا لاكبر عدد من اللايكات ولا تنسوا الاشتراك في القناة يعني اذا واحد مش مشترك وتفعيل زر الجرس وتعملوا لايك وش اسمه تعملوا لي فولو على الانستغرام وفوتوا على ببجي لايت اللي نزلته قبل. اعملوا لي كمان اد فريند ببجي لايت فيها لانه كاتب كمان بالدسكريبشن مع الانستغرام كاتب اسمي ببجي لايت. يلا مع السلامة.